تجبرنا بعض الأحيان وتقهرنا، لكن المطلوب ألا نستسلم لها، نجاهد أنفسنا أن نبعدها عن تفكيرنا، ولا ننسى وعده تعالى لنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وعلى العموم هناك إجراءات لابد منها قبل أن ندخل في اتصالنا مع رب العزة سبحانه. يجب أن نهتم بتهيئة الظروف والبيئة المناسبة لهذا اللقاء العظيم، فلا يظل الواحد يرتب ويهيئ ويعطر المنزل ويعطي محاضرة للأولاد. جاي على العشاء صاحب الشركة، لا تصرخوا ولا ترفعوا صوت التلفاز، أريد أن أتفرغ لهذا اللقاء، لا أريد شيء يلهيني، أريد أن أركز على كلامي معه كي أنال إعجابه وأعطيه حقه فيكرمني بالخيرات والترقيات. كل هذه الحملة لأجل موعد مع بشر يظن أن بيده نفعه؟ أبدا والله، إن الخالق العظيم أحق بأن نهيئ البيئة المناسبة لموعد الصلاة له سبحانه. هذه البيئة التي نتصل من خلالها من خلال حواسنا، وهي بمثابة الثغرات التي إن لم نحميها ونحصنها اخترق الشيطان صلتنا بربنا من خلالها. فنحن نجد البعض لا يحلو له أن يصلي إلا حيث جلسة السمر، وبعدما ينهي صلاته ربما أبدى رأيه بما سمع. انسوا الهاتف والجوال، علينا أن نجتنب الصلاة في مكان فيه ضجة وأصوات وعلى رأسها التلفاز، فالأصل أن نتابع أفعال الصلاة وأقوالها لا ما تبقى من المسلسل. بالله عليكم صلوا في مكان هادئ قدر المستطاع، اطلبوا من أهل البيت أن يعينوكم على هذه الأجواء، وتعاونوا على البر والتقوى وغيرها من التدابير، وصدقوني هذا يكون في بداية المجاهدة، لكن مع الوقت عندما نصبح من الخاشعين ممن يسلمون قلوبهم بين يدي الله ربما لن ننتبه إلى أي أمر من حولنا. فقد ذكر أهل بيت عامر بن عبد الله أنهم كانوا لشدة هيبتهم له أول ما يدخل البيت يقطعون النفس تماما، وعند صلاة النافلة يتبسم ويقول لهم افعلوا ما شئتم، فإذا دخل في الصلاة هيصوا، فضربت ابنته الصغير على الدف وتحدث النساء بما يردن ولم يكن يسمع ذلك ولا يعقله. ولا تذهب إلى الصلاة وتدخل فيها ونفسك تشتهي الطعام، قل لكم سريعة تسند صلي ثم ارجع إلى طعامك، فقد نبهنا صلى الله عليه وسلم لا صلاة أي كاملة بحضرة طعام، على أن لا تكون هذه عادتنا ونؤخر الصلاة دائما إلى ما بعد الطعام. ولا وهو يدافع الأخبثان يعني حبس البول والغائط، فهذا يذهب الخشوع. وكذلك من الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة الخضوع والانكسار والتذلل لبارينا، والنظر في الصلاة إلى موضع السجود، واقتراب المصلي من سترته حائط أو أي شيء مرتفع عن الأرض، والابتعاد عن المواقع المزخرفة والمنقوشة أو الصور لكي لا ينشغل بتأملها في الصلاة، ولا نرفع البصر أو ندور به في جوانب الغرفة. والله هذه الزاوية تحتاج لتنظيف، وهذه غير مرتبة، وهكذا. ولا تقف في مكان حيث رائحة الطبيخ الشهية تفوح، الأفضل أن يكون هواء نقيا وليس فيه ما يزعج. وإذا استطعت أن تصلي في المكان الدافئ في الشتاء والبارد في الصيف فبها ونعمة. ولا يصلي الواحد منا وقد غلبه النعاس، قال عليه الصلاة والسلام إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم يعني قليلا حتى يعلم ما يقول، ويبذل جهده أن ينام عادة قبل دخول وقت الصلاة حتى يكون دائما صاحيا لها، كما نفعل عادة بحق الأشياء التي نحبها. أحبتي في الله الأمثلة كثيرة جدا، وكل إنسان بحسب ظروفه، لكن رجائي لكم قبل دخولكم في الصلاة اختاروا المكان المناسب واتخذوا كافة الاحتياطات التي تصفي الذهن وتعين على حضور القلب، ولا تنسوا قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، قصار جهدكم استنفذوا كل الوسائل والمحاولات. وقبل أن أودعكم لا يفوتني إن شاء الله أن أذكركم بواحدة من أخطر الثغرات التي يجتاحنا من خلالها الشيطان، جهلنا بفقه الطهارة والصلاة. يقول للواحد فعلت كذا بطل وضوءك، أو صلاتك غير صحيحة، أو هذه الثياب كيف تصلي فيها وهي غير طاهرة، فيعيد ويكرر ويعلق في دوامة ولا نهاية. علم حالهم صلى الله عليه وسلم فقال هلك المتنطعون أي المتكلفون من غير داعي. أو يأتي لآخر فيقول له يلا ماشي الحال لا تكلف نفسك مقبولة مقبولة إن الله غفور رحيم. فهؤلاء صنفان من الناس المسرفون المبالغون، كل هم الشيطان أن يصل بهم إلى مرحلة فيملوا الصلاة لشدة ما كرروا وأعادوا في الطهارة والصلاة فيتركوها، أو ينقلبوا من هذا الحال إلى عدم المبالاة والتخفيف. أما الصنف الثاني فإنه يجعلهم يتهاونون في أمور الطهارة والصلاة حتى لا تكون أصلا مقبولة. وأما المؤمن المحصن بالفقه والعلم فليس من ثغرة يخترقه الشيطان منها في هذا المجال،
فحتى يتحقق عند المصلي حسن القيام بحق الصلاة والخشوع فيها لابد له من الإقبال على كتب التفسير وتعلم فقه الصلاة ومعرفة أركانها وشروط صحتها وابطلاتها وسننها ومعاني الأقوال وأسرار الأفعال فيها، لأنه عندما يعرف المطلوب عند كل جزء من الصلاة اشتغل عقله فيه وفكر به فيكون سببا مهما لحضور القلب. ومما يعين أحبتي في الله على الخشوع في الصلاة القيام إليها في أول وقتها. أعلم أنكم تحبون هذا، لكن قد يؤجل البعض لأسباب يظن أنها لصالح الصلاة، يعني يقول في نفسه آكل ثم أصلي حتى لا أكون جائعا وأفكر في الطعام، وبعد الأكل يقول نشرب الشاي ثم يتمدد قليلا حتى ينشط جسمه بعد الأكلة الدسمة، وهكذا حتى لا يبقى من وقت الصلاة إلا لحظات قليلة. أما الأم الحنونة بارك الله فيها تنتظر حتى تنهي الطبيخ، أو طالب مسلم مجتهد يقول لنفسه أنهي هذه المسألة أو الصفحة يعني دقائق وأقوم إلى الصلاة حتى لا يظل بالي مشغولا فيها وأخشع في صلاتي، وتلك وغيرها من حيل الشيطان، فما يستلزم دقائق يجعله يستغرق معك ساعة، فأنت يعني على أساس جالس لتركز في عملك وتنهيه بسرعة لتقوم إلى الصلاة تجد نفسك قد طرأ عليك عشرات الأعمال حتى يدركك الوقت. من يقع منه ذلك عن طيب نية، نصيحتي له أن يكون أكثر حرصا وحكمة في تقدير الوقت، فهذه النية الطيبة قد تكون فخا شيطانيا في أكثر الأحيان، فما يستلزم دقائق يستغرق ساعة، فنتأخر عن الموعد، وهذا مما يتقوى به الشيطان أن نأتي على الموعد متأخرين، ففي المرة الأولى يحاول اختراقنا لنتأخر عن الموعد، فإن أطعناه سهل عليه اختراقنا في غيرها من المرات في الصلاة نفسها من باب الوسوسة ليصرفنا عن الخشوع. أحبتي في الله علينا بالصبر والثبات والارتباط بالصلاة لا للملل، فإننا بملازمة ذلك ينصرف عنا كيد الشيطان. ولا تنسوا أن الله فضحه بقوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكنه يبدو لنا قويا بعض الأحيان لأننا نحن من يكون في أدنى درجات ضعف الإيمان، في لحظات نخشع ونقبل على الله، وفي أخرى يسرق الشيطان من صلاتنا فندفعه ونرجع لخشوعنا في الصلاة، وهكذا نحن بين خشوع وجهاد، ولنا بإذن الله أجران، أجر الصلاة وعند خشوعنا وأجر الجهاد عندما ندفع الشيطان. والحمد لله من محبة الله لنا أن الصلاة لم تكن ركعة واحدة أو ركن واحد، وإن فاتنا الخشوع في ركعة أو في ركن فأمامنا عدة فرص لمحاولات جديدة، فلا تيأسوا أحبتي، يكفينا شرف إخلاص النية أننا نريد أن نكون من الخاشعين وصدق العزيمة ومجاهدة أنفسنا والشيطان، فلو مات الواحد منا قبل تحقيق ذلك فإنها تكتب له بإذن الله. ألم يقل تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم؟ الحمد لله أن ربنا هو الله الذي ليس لنا مولا سواه، اللهم اجعلنا من الخاشعين القانتين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.